إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون ما أحلى وما أجمل الحديث عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا أيها الأحبة نقف قليلا على مرحلة من مراحل المصطفى صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام أحمد بسند حسنه الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي ورأت أمي حين حملت بي نورا يخرج منها حتى أضاء قصور الشام أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم يا عباد الله ذاك المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأخواله من بني زهرة لأن أمه آمنة بنت وهب كانت منهم فيلتقي نسبه صلى الله عليه وسلم ونسبها في كلاب ابن مرة يلتقي نسبه صلى الله عليه وسلم بنسبها في كلاب ابن مرة وشاء الله أن يكون من أعلى وأطهر أهل الأرض نسبا وأشرفهم قوما وقبيلة يقول تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وفي قراءة شاذة اعتمد عليها تفسيرا لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء أشرفكم نسبا وقبيلة وقوما وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فنسبه صلى الله عليه وسلم دليل ظاهر على سلامة أصله صلى الله عليه وسلم
مبرئا من أنكحة الجاهلية الفاسدة الصفاح. ولو لم يكن كذلك لتعرضت دعوته إلى الطعن فيها. ولذا أيها الأحبة لما سأل هرقل الكافر الملعون لما سأل هرقل أبا سفيان عن نسبه صلى الله عليه وسلم، لم يجد أبو سفيان وكان ذاك كافرا، لم يجد أبو سفيان مكانا في الطعن في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هو فينا ذو نسب، فلم يجد مفرا من قوله هو فينا ذو نسب. فقال هرقل وكذلك الأنبياء، تبعث في نسب قومها. ولله الحكمة البالغة. عباد الله، وتوفي أبوه وهو في بطن أمه آمنة بنت وهب، فولد يتيما، ثم ماتت أمه وعمره 6 سنوات، فنشأ يتيما. وفي ذلك حكمة بالغة لا يعلم حقيقتها إلا الحكيم الخبير. وفي شأنه قال جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يا عباد الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يا عباد الله، كان معروفا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه بلقب الأمين، فكانوا يعرفونه بهذا اللقب محمد الأمين، لصدقه وأمانته ووفائه صلى الله عليه وسلم. فهو الصادق الأمين، أقر له الأحباب والأعداء. نعم، ولما بعث صلى الله عليه وسلم شهد الله وأقر له أنه الصادق الأمين، إذ قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلم يتقول على الله تبارك وتعالى، وما افترى القرآن الكريم والسنة النبوية من عنده صلى الله عليه وسلم، بل هما وحي من الله تبارك وتعالى بهذه الشهادة العظيمة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به،
فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 40 سنة قبل الوحي، فقد لبثتم فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فكان صلى الله عليه وسلم فلم ينطق صلى الله عليه وسلم بكذب، فلم ينطق أبدا بكذب، ولم يقنع أبدا بباطل، ولم يشهد أبدا بالأماكن أو بالمجالس التي فيها البهتان، الكذب والبهتان. ولهذا قال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فما معنى يا ترى وسلام على المرسلين؟ هذا مدح أيها الأحبة، هذا مدح، ما أعظم هذا المدح. وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه، لسلامة ما قالوه وما أدوه من النقص والبهتان والافتراء والكذب، وسلام على المرسلين لسلامة كل ما قالوه، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم وهو البر الكريم.